ليا بعد ما تابعنا هالفيلم خلينا نروح سوا لفاصل صغير وبنرجع لنكفي باقي فقراتنا. يلا أكيد بلشنا فقراتنا لليوم مع المشاريع الصغيرة وكيف منضمنها بأفكار إبداعية، وهلأ وصلنا لمحطة من عالم التكنولوجيا الواسع حيث استطاعت شركات التكنولوجيا من خلال تنافسها مع بعض البعض أنه تجعلنا نتحكم عن بعد بكل شيء. إضافة إلى هذا الشيء أتاحت لنا إمكانية مراقبة كل شيء من حولنا، فالكثير من التكنولوجيات الموجودة بين إيدينا اليوم تم تطويرها على مدى عقود كبيرة، وفيما يلي رح نرصد مع بعض مشاهدينا اهم هي الاختراعات مع المهندسه منار قسام المختصه بمجال المعلوماتيه. يسعد صباحك منار. صباح الخير سلمى. بونجور، يسعد صباحك. صباح الخير ليا. كيفك اليوم؟ منيحه؟ تمام، كيفكم صبايا؟ اهلا وسهلا يا منار. منار، يمكن مثل ما ذكرنا بالمقدمه العديد من الاختراعات والتكنولوجيا كل يوم بعد يوم عم تتطور اكثر واكثر. اليوم رح نضوي على يمكن عدد من القصص اللي محضرتي لنا اياها، والبدايه خلينا نحكي عن سماعه الاذن يلي هي بتترجم لغات. مزبوط، رح نحكي عن مجموعه من التكنولوجيات، نقينا مجموعه يعني قابلة للاستخدام بشكل مميز كتير. منها أول شيء سماعات الأذن يلي بتعمل ترجمة فورية، هي عبارة عن سماعات صغيرة كتير بتنحط بالأذن. هي السماعات مربوطة بأبليكيشن موجود على الموبايل بسمارت فونز، الهواتف الذكية. كيف بتشتغل هي السماعات؟ هي بمجرد ما يحطها اليوزر المستخدم بإذنه، والشخص الثاني لازم يكون حاطط نفس نوعية السماعات. يعني ما في يحكي من سماعة لموبايل، لازم نفس السماعة. ممكن يحكي من سماعة لموبايل، بس بتتم عملية الترجمة ساعتها هو بيحكي مع الابليكيشن الموجود على الموبايل، والموبايل بيترجم له هذا الحديث. ولكن هي فعاليتها أكبر، أنه هي تصير الترجمة من شخص لشخص، هي بتعمل عملية ترجمة فورية يعني وبنتائج مدهشة كتير. مثلا على سبيل المثال نقول شخص بيتكلم اللغه الانجليزيه، سافر على فرنسا، فهو كل اللي عليه اذا حاطط السماعات باذنه انه هو يتكلم بلغته الانجليزيه، لغته الخاصه، والشخص الثاني اللي بيتكلم لغه فرنسيه وما بيتكلم لغه انجليزيه رح يسمع باذنه الترجمه مباشره للغته الفرنسيه، وبنفس الوقت بيرجع الشخص بيرد عليه بلغته الفرنسيه والشخص الثاني بيسمعها باذنه باللغه الانجليزيه. يعني يمكن فينا نقول انه هي بتشبه شوي يمكن اللي بتستخدم بالمؤتمرات، بس هديك بتكون ثابته، هلا صارت فيه شخص ياخذها معه ضمن ابلكيشن لاي مكان بالعالم. هلا بالمؤتمرات بيكون في شخص عم بيقوم بعمليه الترجمه، هي التقنيه فقط وفرت الربط هذا الشخص. وفرت، وهي فقط الربط كان على الابلكيشن تبع الموبايل. هي بصراحه كانت يعني مفيدة للأشخاص اللي بيسافروا كتير، يلي بيروحوا بغرض السياحة، بيروحوا بغرض الدراسة، وعندهم مشكلة إنهم يتكلموا لغة البلد، يعني إذا ما كانوا ما بيعرفوا فبصير عندهم صعوبة كتير بالتواصل مع الأشخاص. فهي التقنية حلت كتير من القصة. السماعات هي بتحتوي على مايكروفون كاتم للضجيج. بقلب السماعة. بقلب السماعة، هي سماعات كتير صغيرة، بقلبها في مايكروفون كاتم للضجيج، بقلبها في معالج أنالوج تو ديجيتال، يعني معالج إشارة حديثنا لديجيتال لرقمي، وفيها بطارية. وهي السماعات بتشتغل لمدة بين 4-6 ساعات، يعني من 4 لـ6 ساعات بتضلها شغالة، وفينا نرجع نشحنها مرة تانية لنرجع نقدر نستخدمها. بالحقيقة هي السماعات عادة ما بتنباع بشكل مفرد، يعني بتنباع أزواج، لأنه هي بتقدم الميزة المثالية لأنه هي تكون موجودة، يعني شخص عم يستخدمها مع شخص تاني، يعني يعني مشان ما يصير الشخص يشتري زوج واحد ويروح يدور على شخص ثاني عنده نفس نوعية السماعات ويقدروا يتواصلوا فيها مع بعض. منار، هي تم إصدارها بالسوق وصارت متاحة لجميع المستخدمين؟ هي تم إصدار لنقول فيرجن أولى لها، عم طرحوا فيرجن اولى ويشوفوا انه على فئه محدوده، يعني يوزرز محدودين، ويشوفوا قد ايه مدى فعاليتها، ورح يطرحوها بالسوق للعموم. اذا حابين تسالوا عن قصه شو اللغات اللي بتدعمها، هي بدايه تدعم 4 لغات، اللغه الانجليزيه، اللغه الفرنسيه، اللغه الايطاليه، واللغه الاسبانيه. هلا عم بتقول الشركه المنتجه انه بالمراحل القادمه رح تحاول انها تدعم اللغه العربيه،
واللغة الهندية واللغات تبعت شرق آسيا كلها. طيب منار خلينا نحكي كمان عن اختراع تاني هو السوار الذكي يلي بيخلي شخص ممكن يرد على التليفون من خلال الضغط على الأذن. خلينا نحكي عن هاي الميزة. بالحقيقة هاي تقنية كتير حلوة وعندها فعالية كتير كبيرة لأشخاص بيتلقوا اتصالات كتير وعندهم مشكلة إنه نضلوا حاملين الموبايل على أذنهم. هلا هي عبارة عن سوار بنحط بالإيد أو حتى ممكن نحن نستعيد عن إطار الساعة تبعنا، نحط هذا السوار محل إطار الساعة محافظين على الساعة. بس بيكفي بمجرد ما تلقينا اتصال هاتفي على الموبايل تبعنا نحن نعمل بس هيك نحط اصبعنا عند الاذن. ما هو بده يرتاح من مسكة الموبايل بيرجع بس هي اسهل له بصير بس هيك مجرد انه يحط اصبعته عند اذنه وبيقدر يسمع ويجري مكالمه هاتفيه. كيف رح يتم التكنيك؟ هلا هي الشركه المنتجه ما كثير افصحت عن التقنيه المستخدمه فيها، ولكن الفكره العامه انه هي الاسواره بتطلع اهتزازات فايبريشنز، فبتنتقل هي الاهتزازات عن طريق الاصبع للاذن ليسمع اليوزر المكالمه، يعني الصوت الهاتفي اللي واصله. كيف بيتم اتصال بالمكالمه؟ هي بيجي الاتصال عن طريق الموبايل. بس الموبايل مربوط مع هي الاسواره، يعني في ربط كمان عن طريق الابلكيشن. يعني بتفيدوا العالم اللي عم بتسوق السياره اللي عم بتسوق كثير مفيده لها، يعني الاشخاص عم تسوق انه الاشخاص اللي مضطرين او حتى عم يشتغلوا بمصانع او شيء عندهم مشكله يضلوا حاملين الموبايل ويردوا على مكالمات طويله. وكمان هي الاسواره فيها مايكروفون مدمج فيها كمان كاتم للضجيج، هذا الميكروفون بيلتقط الصوت من المستخدم وبيرسله بالمكالمة الهاتفية. بهي الإسوارة فينا نعمل تقريبا 4 ساعات متواصلة اتصال هاتفي. كمان احنا بنقدر نرجع نشحنها لهي الإسوارة عن طريق كيبل هو مايكرو يو اس بي. ميزتها لهي الإسوارة انها ما بتستهلك طاقة، يعني بجوز اذا بنحكي اتصال هاتفي بالموبايل نضلنا 4 ساعات تفضل بطارية يفضل شحنها. ميزتها مثل ما قلت لكم انه هي موفرة كتير للطاقة، وبلس انه عندها ميزة تانية انه هي اذا كنا عم نحكي بمكان فيه ضجيج كتير تنقلنا الصوت بوضوح، يعني ما نخاف من هي القصة انه في ضجة، او حتى بما انه نحن ما نحاطين التليفون على اذننا فنخاف انه ما يوصلنا الصوت كمان واضح. كمان هي الاسوارة عندها فعالية بحيث انه تنقلنا الصوت مع كتم تام للضجيج. نسمع لحالنا ولا كمان اللي جنبنا بيسمعوا المكالمة؟ لا لا بس لحالنا. بس لحالنا لانه الاسوارة موجودة بايدنا وهي عم تنقلنا الاهتزازات، يعني نعم اكيد لازم يحط لازم هيك منار اكيد نحن عم نشوف من خلال الصور على الشاشه اي شيء يمكن عم تحكي لنا عنه من التكنولوجيا الجديده. رح كمان نتطرق لموضوع ثاني عن السيارات يلي تركت الارض واتجهت للفضاء. خلينا نحكي عنه. هلا كل شيء كنا نسمع عنه الخيال العلمي انه صار في عنا تاكسي طائره او سياره طائره او دراجه ناريه طائره صار هلا واقع. يعني اذا خلينا مشان نوصل بكير على الشغل دائما كنا ليش تاخرتي على شغلك؟ انا شو معي تاكسي طياره توصلي على الشغل؟ هلا صار فيك توصلي على الشغل بالوقت المحدد. ممتاز. هلا هي الفكره اجت من الانتشار الواسع للطيارات بدون طيار يلي انتشرت بالعالم، فشركات التكنولوجيا حابه تستفيد من هي التقنيه بقصه الدراجات الناريه الطائره او السيارات الطائره. هلا بما يخص الدراجات النارية الطائرة، هي الفكرة اجت من شركة روسية. هي الشركة انتجت شيء اسمه دراجة نارية طائرة سكوربيون. هي مزيج من الدراجات النارية العادية مع المروحيات الرباعية ذاتية القيادة، يعني بدون طيار. هلا هي الدراجة في ممكن يركبها شخص واحد بس. فيها نفس التكنولوجيا اللي موجودة بالطيارة بدون طيار، يعني الطيارة ذاتية القيادة. ممكن تطير هي الدراجة النارية فوق المباني، تقريبا ممكن توصل ل 33 قدم. ممكن تبقى بالجو لمدة 27 دقيقة. ممكن انه توصل اقصى سرعة لها ل 30 ميل بالساعة. والوزن اللي بتحمله هي الدراجة النارية هي الطائرة 120 كيلوغرام. بما يخص السيارات أو التاكسي الطائرة، كمان اعتمدوا نفس التقنية الموجودة بالطائرات بدون طيار، بس هالمرة حاولوا أنه يزيدوا عدد المحركات، فيها تقريباً 8 محركات.
مربوطة هي التاكسي الطائرة كمان 9 شخص واحد بس، فيها آيباد أو جهاز لوحي مربوط بالجي بي إس ليلى حتى يقدر يحدد الوجهة اللي هو بدي يروح عليها. يعني المستخدم الشخص اللي بيطلع بهي التاكسي الطائرة بدي يطلع من هذا المكان يوصل لمكان ثاني، فمتحدد له الوجهة أو بالأحرى أنا تحدد له أفضل طريق ممكن يسلكه لحتى يوصل للديستنيشن تبعيته. وهذا هي التاكسي الطائرة ممكن تكون تمشي بسرعة 96 كيلومتر بالساعة وممكن تبقى بالجو لمدة 23 دقيقة. قد ما مشيت على راحتها ما في مشكلة، فوق الطريق فاضي بتاخد أكيد رح نوصل بكير يعني. هني على فكرة بالنسبة لقصة إنه الطريق فاضي والوقت وهيك، الناس عندها تخوف كتير كبير من إنه تطلع مثلا بطيارات أو بتاكسي طائرة بدون طيار، يعني عندها تخوف من هذا الموضوع. كيف بتهدي على الأرض؟ بتقدر تتحكمي فيها يعني. كيف بتهبط؟ بتهبط عادي مثل كيف الطيارة. طب ما لازم يكون لها أساس تهبط عليه؟ لا بتهبط بأي مكان مريح، حتى لو صار في مشكلة لسبب ما، مشكلة بالتاكسي الطائرة قادر الشخص أنه يتحكم فيها ويهبط بأي مكان هو بيحسه أنه مريح له. هلأ بس كنت عم بقول على فكرة أنه كيف نشجع الناس لأنه يجربوا أو يستخدموا هيك نوع من التكنولوجيات. هي الفكرة أنه متى ما قصرنا لهم الوقت صار عندهم رغبة. يعني إذا بتقول لهم إذا بتطلعوا بطيارة عادية بتوصلوا بعد ساعتين، هلأ رح تستخدم هاي التاكسي الطائرة وتوصل خلال نص ساعة. نعم. بصير عنده رغبة كتير كبيرة إنه هو يجرب إنه وحتى ولو بدون طيار. خلص يعني وصلنا على تفاهم. أكيد منار رح نروح كمان لاختراع تاني يمكن كتير من الناس رح ترغبوا بهالصيف، خلينا نقول لحاف ذكي ببرد الجسم بالليل. نحكي شوي سريعا عن آليات عمله. اللحاف الذكي هو مخصص أكتر الشيء كان لفترة الصيف والشوب اللي بيصير. هو الميزة تبعيته أنه هذا اللحاف بيضبط درجة حرارة السرير مع درجة حرارة الغرفة. طبعا هذا اللحاف مربوط مع كمان ابلكيشن موجود على الموبايل، فيه هواء هذا اللحاف وفيه طبقه موجوده ضمن طبقات اللحاف مربوطه مع هذا الابلكيشن، يعني هي اللي بتوزع هي التقنيه كلياتها. الميزه الزياده بهذا اللحاف انه هو مو قادر بس يعدل درجه حراره السرير لشخص واحد، لشخصين، حتى لو كانوا الشخصين عندهم درجات حراره مختلفه، يعني حدا بيحب انه يزيد درجه الحراره، حدا بيحب انه لا بده اياها درجه الحراره منخفضه. نعم. فالميزة تبعيته أنه هو بيقدر يعدل درجة الحرارة للشخصين حتى لو كانوا درجة الحرارة متعاكسة للاثنين يعني. نعم. وحتى هو مفيد بالشتاء إذا حبينا أنه نزيد درجة كمان الحرارة. كمان بيدفي. منار خلينا ننتقل للفرشاة بشكل سريع لحتى نتعرف عليها قبل ما نختم. الفرشاة الذكية، فرشاة الشعر الذكية هو تقنية كتير جديدة ومفيدة كتير للصبايا وكل الأشخاص اللي بيهتموا مجال التجميل. هي بتحتوي على سينسورز وأجهزة استشعار موجودة بالأسنان تبعيت الفرشاة. كمان فيها مايكروفون، هذا المايكروفون كتير حساس بيلتقط حتى بيسمع صوت الشعرة، يعني وقت ما بنمشط شعرنا بالفرشاية هو قادر انه يسمع صوت تكسير الشعرة. بيعطينا معلومات عن نوعية الشعرة، عن فروة الراس، عن قد نحط على هي بالفرشاية على شعرنا وقت عم مشط شعرنا. قادرين نحن نستخدم هي الفرشاية سواء كان شعرنا جاف أو شعرنا رطب. حتى هي الفرشاية عندها قابلية إنه تاخذ بعين الاعتبار درجة الحرارة المحيطة فينا، الريح اللي موجودة، الأشعة فوق البنفسجية، الرطوبة، درجة حرارة الشمس، يعني كله بتاخده بعين الاعتبار وكله بنشوفه على أبليكيشن موجود على الموبايل مربوط مع هاي الفرشاية. عم بيعطينا معلومات عن نوعية شعرنا وعم بيعطينا نصائح انه نحن كيف لازم نستخدم هي الفرشاية وشو لازم نعمل لحتى نحسن نوعية شعرنا وجودة الشعر تبعيتنا. نعم. منار يمكن تكنولوجيا ما بتوقف عند حد، ما بتوقف اكيد وهي نبع يمكن يعني عنا اختراع اخير خلينا نقدر نلحقه على السريع. ايه؟ يلا نحكي عنه باختصار. هو كرسي محمول. الكرسي المحمول ببساطة
فهو عبارة عن هيكل بسيط بيركب على أسفل الظهر مع الرجلين، ما بيضايق أبدا بالحركة، وزنه كتير بسيط 2 كيلوغرام. هلأ هذا مصمم للأشخاص يلي بيشتغلوا بالمصانع، بالمعامل، مؤسسات يلي بتطلب وقت عمل طويل كتير، وما بيقدر دايما يكون عنده كرسي لحتى يقعد عليه، إمتى ما حب عن طريق هذا الهيكل بيقدر يقعد. وميزته لهذا الهيكل انه بيعطي جلسات قعده صحيه، يعني بيحافظ على الجهاز العضلي للجسم، بيصحح جلسات القعده الخاطئه، وسهل وبسيط كثير، والاشخاص حتى اللي بيسافروا وبيضطروا انه يوقفوا بالمطار فترات طويله بيقدروا يستخدموا هي الكرسي ويقعدوا. يعني معلومات كثير اليوم واختراعات كثير عن كل شيء بدنا منه، عن جد كل شيء بدنا اياه، بدءا من التاكسي، الطياره، واخيرا بالفرشايه الذكيه. شكرا كثير لك منار، وان شاء الله على طول بيكون لنا لقاءات وبنحكي عن معلومات جديده بعالم التكنولوجيا. شكرا لوجودك. شكرا لك منار قسام، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياهم، وشوفك بحلقات جاينس.